مات خلينا نحن نعرف عن ضيفنا أو خلي ضيفنا يعرف عن حاله. تميز بطلته وتميز بشخصيته الجذابة عبد الله الحاج يلي حصل على العديد من الألقاب، آخرها كان بتركيا العارض الأكثر جاذبية بالعالم، وهو كمان أفضل ملك جمال بيروج لسياحة بلده، ملك جمال البحر المتوسط، أجمل ملك جمال، أجمل ملك بلباس دولته، أفضل عرض أزياء بالعالم، وملك جمال أناقة سوريا. أهلا وسهلا فيك بسوريا بلد. صباحك وصباح السوريين بكل مكان. شكرا لك ميت، أهلا وسهلا فيك. يمكن صاروا كتار مننا بيعرفوا عبدالله الحاج العارض المميز، بس بدنا اياك تعرفنا هلأ عن عبدالله الحاج الشاب. أول شيء أنا خريج أدب إنجليزي وهلأ عندي ماجستير، وبالإضافة غير أنا بصمم أزياء، غير عرض الأزياء، بس صارت صدفة عرض الأزياء عندي أنه طلبوا مني ببيروت بسامز ايجنسي أنه أعمل كاستينج فان قبل الدغري، وصارت عروضات تجيني مثلا لكليبات أو إعلانات برضو، بس ما لقيت حالي بهالقصص. أنا ما عملت على فكرة كليبات أو شيء أو إعلانات، حسيت أنه في عندي قصص لقدام أكبر ناطرتني، فماني حابب أعمل شيء صغير مشان ما أندم عليه بعدين. ففعلا بلشت على الصعيد العالمي، وكانت أول مشاركة لإلي بفرنسا بالفاشن تي في لما عملوا مسابقة المودل أوردز، والتواجد الثاني على العالم، وكان هذا الحدث يعني سابقة لشاب عربي سوري. ومن هون انطلقت بمجال العالمي بعروض الأزياء. إذن هاي هي خطواتك الأولى بهالمجال، وين ولك لوين ناوي بعدين؟ بصراحة ناوي أنه بعمل شيء أنه يشوفوا كل العالم بيشوفونا نحن كسوريين، أنه نحن كسوريين ما ينقصنا شيء، لا ثقافة لا شكل، بنقدر نجاري كل دول العالم ليشوفونا أنه نحن سوريين جايين من سوريا عم نحقق نجاح عالمي، مو أنه خلقانين برا عم نعمل شيء برا، لا عم نطلع من سوريا لنعمل نجاح بالعالم كله. هلا لفتت انتباهي شغلي انه يمكن ما بعرف اذا بمسابقه جمال البحر المتوسط، ملك جمال البحر المتوسط او بتركيا اللي كانت اخيرا، انه توجت وانت بلباس امير عربي. ايه انا توجت مرتين بلباس دولتي، المره الاولى بالصين اخذت افضل زي بالعالم، كنت لابس زي ملك تدمر، وبشكر فرقه انا لانه منهم زي، وكان كتير تميز انه ليشوفوا تاريخنا قديش عنا تاريخ غني. وتكررت التجربه كمان بتركيا لما رحت على بيست موديل اوف ذا وورلد، وتوجت اخذت العرض الاكثر جاذبيه في العالم، بالاضافه الى انه لما طلعت بزي الأمير العربي اختارين بين أفضل 5 أزياء على العالم، وكانت منافسة كتير قوية 130 دولة. فهون أنه تميزنا كمان بأول شيء، تميزنا بشكلنا كسوريين لما أخذت لقب الأكثر جاذبية في العالم، وتميزنا كسوريين بحضارتنا بزينا يلي رحت فيه زي الأمير العربي من فرقة جولانار. طب الزي اللي اخترته هلا عم تقولي من إنانا ومن جولانار، فهو حكما الزي بيشبه الأزياء التاريخية اللي احنا متألفنا من حضارتنا. أكيد من حضارتنا، وبيمثل الحقب يلي عاشتها سوريا ليشوفوا العالم انه سوريا بالتاريخ كيف كانت وهلا بالحضاره كيف. عبد الله مين اكثر حدا دعمك وشجعك؟ اكثر شيء بصراحه عائلتي، اهلي كثير داعميني بصراحه الحمد لله، لانه بلاهم ما بقدر اعمل شيء، وزاره السياحه كثير داعمين رسميا، ومجموعه اكوان كثير كثير يعني كرعايه خاصه، بالاضافه الى انه في 400 دائما بتهتم باناقتي، في مصمم الازياء هشام عربي على طول بالكات ووك والتدريبات بيكون معي مرافقني يعني كنا تبع الكرات فكثير انه كنا اكيب عمل واحد، وبالحق